وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل The chiefs of Pharaoh's people said, O king, wilt thou not kill them and suffer Moses and his people to make mischief in the land, by changing the religion and worship, and flout thee, and abandon you, and thy gods, and the worship of your gods. It is also said that this means, according to a different reading, and leave worshipping you as a god. He, Pharaoh, said, We will slay their sons, their young sons, as we did the first time, and spare, and use, their women, their grown-up women, for lo, we are in power over them, we have dominance and supremacy over them. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون
قال أغير الله أبغيكم إلها قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. And when the terror fell on them, whenever a torment fell on them such as the flood, locusts, vermin, frogs and blood, they cried, O Moses! Pray for us unto your Lord, ask your Lord for us, because he hath a covenant with thee, because of that with which he has commanded you. If thou removest the terror from us, if you remove the punishment from us, we verily will trust thee, we will believe in you, and will let the children of Israel go with thee, with all their property. But when we did remove from them the terror, the punishment, for a term which they must reach, i.e. the drowning, behold, they broke their covenant, they broke their pledge to Moses. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. And when Moses came to our appointed tryst in Midian, and his Lord had spoken unto him, he said, My Lord, show me thyself. He wished to see Allah, that I may gaze upon thee. He, Allah, said, Thou wilt not see me, you will not be able to see me in the life of this world, O Moses, but gaze upon the mountain, the highest mountain in Midian. If it stands still in its place, if the mountain stands still when seeing me, then thou wilt see me, then maybe you will see me. And when his Lord revealed his glory to the mountain, to Mount Zubair, he sent it crashing down. And Moses fell down senseless, he passed out. And when he woke from his fainting, he said, Glory unto thee, he glorified his Lord, I turn unto thee repentant, from asking to see you,
and I am the first of, true, believers, that you will not be seen in the life of this world.